كنيسة النبي يوحنا المعمدان في أرمينيا. إنها كنيسة أرمينية رسولية ضخمة في مدينة أبوبيان مقاطعة كودايك. بدأ تنفيذ العمل في هذه الكنيسة في عام 2006. والممول الرئيسي لبناء هذه الكنيسة هو رجل الأعمال الأرمني غاغيك تساروكيان. وبعد 7 سنوات من العمل وفي شهر مايو من عام 2013 تم تعميد الكنيسة حسب الطقوس الدينية من قبل الكاثوليكوس كاريجين الثاني. وبحضور سيرج ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا حينها والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ورئيس أرمينيا الأسبق روبرت كوتشاريان. المهندس المعماري للكنيسة أرتاغ غوليان والمهندسين الإنشائيين هم هوفانيس ميرويان وديكران داديان. تكون فريق العمل من 40 رساما ونحاتا ومعماريا جميلة جدا وفريدة من نوعها، جميلة من الخارج ولها جمال من الداخل أيضا. السقف والجدران مغطاة ببعض اللوحات الكبيرة. هناك نقوش مذهلة ونحت على الجدران. الرسوم الداخلية نفذوها الرسامين أبراهام أزاريان وهايك أزاريان. في هذه الكنيسة يوجد صليب مقدس وضع جزء صغير من عظمة النبي يوحنا المعمدان تحت الفص الأوسط للصليب، ووضع الصليب فوق مذبح الكنيسة ويمكن للزوار أن يشاهدونه ويلتقطون له الصور. لا يسعني إلا أن أنصح السواح بزيارتها ولو لدقائق قليلة. أأمل أن يكون أعجبكم هذا التقرير وألتقيكم في تقرير جديد وإلى اللقاء.